الكثير من الاطباء عامه واطباء التجميل والاسنان خاصه صاروا عم بينافسوا بقوه نجوم السوشيال ميديا بالشهره وعدد المتابعين على السوشيال ميديا وتحديدا على انستغرام. حول هذا الموضوع معنا اليوم الدكتور تامر ذيب تيحكينا اكثر عن هيدي الظاهره ونعرف شو هي خلفياتها وكيف صاروا هالاطباء مشاهير على السوشيال ميديا. دكتور اهلا وسهلا فيك ومساء الخير. يسعد ايامك حبيبي، يسعد ايامك. تمام دكتور، بالبدايه بدي اسالك انت شخصيا كيف انتقلت عندك الفكره من طبيب اسنان بتمارس عملك بتتابع كل شيء عم بيصير بعالم الاسنان لصانع محتوى محترف على السوشيال ميديا له عليها اكيد بالطب وله عليها بالاسنان؟ هلا هي الحاجه ام الاختراع. انا كنت من اوائل الاطباء اللي بدوا بالسوشيال ميديا على الإعلام الطبي خلينا نسميه. كان في عندنا قانون، كانت العيادة في الأردن كان في عندنا قانون بيمنع إنه الشخص يعلق أرما ليشهر نفسه، فما كنت عارف كيف أوصل للناس، فبلشت بالتوجه للسوشيال ميديا لا أوصل أو لا أشهر عيادتي أو لا أعرف على عيادتي عن طريق السوشيال ميديا. بدأت بال 2011، كنت من أوائل الأطباء اللي بلشوا بهالفيلد. الحمد لله هلا عندنا أكثر من 3 مليون متابع على كافة المنصات. طب دكتور، في كثير ناس بتسأل شو السبب يلي بيخلي أي طبيب وتحديدا أطباء التجميل والأسنان يكونوا مشهورين على السوشيال ميديا؟ شو السبب؟ شو الخلفية؟ غير إنه هن يجروا حالهم، بس هن يعني كيف بتصير القصة؟ هلا هو الهدف الرئيسي انه يوصل اسم عيادته او يوصل اسمه او يفرجي شغله للعالم، بس اللي عم بيصير بالفتره الاخيره انه الموضوع عم بيتجاوز الحد، لا انه يعني بتعجبه الشهره وبيركب بهذا الفيلد اكثر ما يس. طيب برايك شو هي ايجابيات وسلبيات شهره الاطباء الكبيره على السوشيال ميديا؟ هلا الايجابيات كثيره والسلبيات كثيره، يعني عم نلقى انه المنافسه بين الاطباء زادت، الاطباء صارت تحسن شغلها اكثر، تركز بالشغل اكثر، تحاول تقدم شيء مميز لانه الكل عم بيشوف، الكل عم بيتفرج، فخلينا نحكي المنافسه الحلوه هاي بين الاطباء، عم بيشوف الاطباء عم تتطور اكثر، ليفل الخدمه اللي عم يوصل للناس كثير صار احسن بكل الدول. للأسف برضو هالشي يعني لحقوا إنه سلبيات برضو، يعني له كان سلبيات لأنه في كتير أطباء الآن عم تنسى إنها أطباء وعم بتركز أكثر على موضوع السوشيال ميديا أو إنه يكون هو مؤثر على وسائل التواصل. دكتور أنا اليوم جمهور، أنا من الجمهور، كيف بدي أعرف إذا هذا الدكتور عم بيحكي صح ولا هذاك عم بيحكي صح، وخاصة بس تكون المواضيع متشابهة كل واحد عم بيعطي معلومة مختلفة؟ ما بصدق اثنين وخلاص أنا برجع بعمل ريسيرش. لا 100% عارف شيء. أنا يعني هلأ في عيادتي الناس فعلا هذا الشيء عم بيسبب لبس، والناس عم تحتاج، عم بتقول لك كل طبيب عم بيحكي شكل، يعني أنا شفت هيك وأنا قريت هيك وفلان قال هيك. مثل ما قلت هون بس توضح شغله بس للمشاهدين انه نحن هون عم نحكي عن موضوع طبي، يعني عم نجمع الطب بالسوشيال ميديا، فمشان هيك الموضوع منه ترفيهي، منه هالقد بسيط، يعني لازم نكون كمان نحن على قد المسؤوليه بالحكي اللي عم نقوله. انا المسج اللي بدي اوصله من خلالك روني انه انا مش لازم يكون اختياري للطبيب عن طريق السوشيال ميديا، هي شغله كثير مهمه. هلا حلو السوشيال ميديا لا تنور اكثر، بس انا لازم اعمل الهوم ورك تبعي، لازم اقرا وادرس عن اي شيء. الشغله الثانيه انا شخصيا مثلا اذا بدي اختار طبيب بدي اختاره لانه هو حدا متخصص، سمعته بين الناس صح. كويسه، بعرف ناس راحوا له وانبسطوا. للاسف في شغله الناس تنساها انه انا اذا اشتغلت مثلا، انا بدي احكي بتخصصي مثلا الاسنان، اذا انا اشتغلت الاسنان اليوم للاسف المشاكل لو بده يصير مشاكل ما بتبان الا بعد سنتين وثلاثه. فمش معنى انه انا شفت صوره حلوه على الانستغرام معناته انه هذا الشغل اليومي اللي عم ياخذه كل الناس، مش معنى انه عم بشوف صوره معينه انه بتعكس الواقع. لهيك انا بحكي ضروري انه اشوف السوشيال ميديا، ضروري اتفرج واتنور اكثر، بس بالنهايه هو عامل واحد فقط، يعني لازم يكون
في أكثر من عامل أركز عليهم لما أنا بدي أختار طبيب. واحدة منهم السوشيال ميديا، بس في كتير شغلات أهم ومن باب أولى زي ما بيحكوا. نعم دكتور، قديه برأيك المشاهير والنجوم بالعالم العربي وبكل العالم ساهموا بشهرة الأطباء؟ كتير كتير، يعني دائما المؤثرين خاصة في المجال الإعلامي بالمجال الفني لهم ممكن تأثير أكثر، تأثير أكثر من الأطباء أو المفكرين أو كذا. فمن الأهل كثير من الأطباء عم بيستغلوا هالشيء، يعني منه أنا والله بيجي عندي الفنان فلان أو النجم فلان أو كذا، لا يشهر الطبيب بشكل أكثر. بس يعني في شغلة يعني الناس لازم تعرفها أو لازم توصل الفكرة هاي للناس، نسبة كبيرة من المؤثرين من الانفلونسرز أو كذا هم بيكون كل هاي الصور أو الشكليات اللي عم بنشوفها جزء من كونتراكت أو جزء من بزنس ديل أو كذا، وهدول ناس إلهم بي آرز وإلهم في جزء من الشغل، ما ضروري تكون عن جد هالنتيجة المضبوطة يعني. وروني أنت أدرى يعني أغلب هلأ الناس اللي الكور بزنس تبعهم هو السوشيال ميديا والإنفلونسينج وكذا، هو هذا جزء من شغله إنه يروج لعيادة معينة أو لمطعم معين أو لشيء معين. فأنا دائما بحكي يعني بالسوشيال ميديا بدي أكون حريص جدا، مهم إنه أعرف وأتنور، بس ما يكون إنه والله هذا الشيء الرئيسي، بس هو شيء واقع يعني. دكتور قبل ما أختم، في معلومة قلناها الأسبوع الماضي ببريطانيا حكمت إحدى المحاكم هناك على المشاهير والإنفلونسرز إنه ممنوع يستعملوا الفلترز على السوشيال ميديا، يعني ممنوع يستعملوا على إنستغرام أو تيك توك أو غيرها، ممنوع يستعملوا الفلترز خاصة هن وعم بيسوقوا للمنتجات التجارية أو لمستحضرات التجميل، لأنه الموضوع صار فيه غش كتير كبير والجمهور نغش، لأنه بس يكون الإنفلونسرز أو المشهور أو الفنان عم بيعرض شغلة معينة وعم بيستعمل فلتر، الجمهور عم بفكر إنه هاي هي النتيجة، بس يروح يستعمل هذا المنتج بلاقي إنه لا الموضوع مختلف وفي فلتر بالموضوع. شو رأيك بهذه الشغلة، وخاصة إنه بعتقد الموضوع قريب كمان على مجال عملك؟ بدك صراحة ضروري، بس أهم نستخدم الفلتر للوجه بدنا برضو فلتر للحكي، فلتر بدنا كتير فلاتر ليمشي هالحكي، مش بس فلتر. يس بدك الصراحة، هلا قد ايه السوشيال ميديا مهمة وقربت بين الناس وساعدت توصل محتوى ورسالة هادفة، بنفس الوقت عم تعمل ضغط نفسي على الإنسان. يعني أنا من خلال متابعتي للسوشيال ميديا عندي ضغط نفسي بدي أصير أجمل، ما عم تعجبني هيئتي الحالية، عم بعد اللايكس وعم عد الكومنتس وكذا، ليش فلان عم بتواصلوا مع الناس أكثر مني أنا. فهي قد ما إلى إيجابيات قد ما برضو بنفس الوقت عم بتحط استرس على الواحد وعم بتعيشه بواقع غير الواقع. بعدين عم تحط استرس على اثنين، على الطبيب وعلى الجمهور كمان بنفس الوقت. دكتور أنا بدي أشكر وجودك معنا كثير، بعتقد ما بعرف صلح لي إذا غلطان، النصيحة الأساسية اللي حضرتك حبيت توجهها للجمهور أنه ما ضروري كل طبيب مشهور على السوشيال ميديا وعنده فولوورز ونشيط وكل هالأمور يكون شاطر على أرض الواقع، لازم بهذا الموضوع بالذات نحن نعمل مثل ما قلت الهوم وورك تبعنا، نحن نشوف ندقق نسأل ونجرب يمكن كمان بنفس الوقت. رون أول شيء تشرفت فيك 100%، هاي أهم مسج، لأنه للأسف كتير ناس عم تنخدع بهالموضوع. بالنهاية كل شخص بفرجيك اللي بده إياه. أنا إذا بدي أقيم طبيب من 1 to 10 ممكن أعطيه فقط جزء عشر بس أو جزء بسيط من تقييمي للسوشيال ميديا، الباقي 90% من تقييمي ابدا ما حيعتمد على السوشيال ميديا، خاصه في المجال الطبي، لانه هي مش مزحه يعني. صح دكتور، انا بدي اتمنى لك كل التوفيق بعملك،
بعملك الاساسي وكمان نشاطك على السوشيال ميديا. شكرا كثير على المعلومات اللي اعطيتنا اياها. هي اول مره نحن بنطرح هيك موضوع، لانه حبينا من هلا وطالع بالبرنامج انه مش بس نحكي عن الانفلونسرز او نحكي مع الانفلونسرز، حبينا ناخذ السوشيال ميديا من عده منظار. هلا اجى دور الطب نفهم اكثر هيدا المجال وكيف بيتعاطوا على الطب كمان مع السوشيال ميديا. شكرا مره جديده لك وكل التوفيق. يسعد ايامك. شكرا.